يزود باتريس فرانسوا الرائد في تربية الضفادع في فرنسا موائد كثيرة حول البلاد، لكن رغم وجود 100,000 من هذه الحيوانات في مزرعته، يواجه أصحاب المطاعم صعوبة في التزود بما يكفي من الضفادع المستخدمة كمصدر غذائي محبب في البلاد. كنت مهتما بالضفادع لأننا نحن الفرنسيين معروفون بحبنا لها، وثمة الكثير من محبي الضفادع، وأعلم أن هناك سوقا كبيرا لها، ولم أظن أن تربيتها ستكون معقدة. الطلب عليها كبير، إلا أننا لا نستطيع تلبية هذا الطلب. ويلتهم الفرنسيون ما يقرب من 4,000 طن من قوائم الضفادع سنويا وفق أرقام نشرتها وكالة سلامة الغذاء في 2017، ومعظم الضفادع المستهلكة في فرنسا مصدرها بلدان شرق أوروبا أو تركيا للطازجة منها وأسيا لتلك المجلدة. في الوقت الحالي لا أعتش من مزرعة الضفادع، ثمة أعمال أخرى أقوم بها لأكسب قوتي. ومن بين المؤسسات التي نجح باتريس في استقطابها أخيرا مطعم بوكوز العريق قرب ليون، والحائز نجمتين في دليل ميتشلان الشهير للمطاعم، والذي بات يستعين بضفادع من مزرعته لاستخدامها في أطباق مقدمة ضمن قائمة الطعام لموسم الخريف. الضفادع سمينة وأكبر بكثير، وعندما تتذوقها تجد أنها سهلة المضغ، يمكنك أن تشعر بجودة المنتج، وليس كتلك الضفادع التي عادة ما تصلنا مجلدة. وتشكل أطباق الضفادع أحد رموز المطعم الفرنسي، وهي تستهلك تقليديا في المناطق التي تنتشر فيها البرك والمستنقعات، غير أن محبي تناول الضفادع في البلاد ينتشرون على رقعة أوسع بكثير.